عموما هذا الأسبوع وقبل حلول العيد سنكون ضمن جولة سياحية خاصة جدا مع الزميل ليث بزاري في جنوب فرنسا. هذه الجولة تشمل منطقة الريفيرا الراقية وتقريرنا الأول عن أشهر شارع للمشاهير في العالم. نترككم مع قصة شارع لا كروازيت في مدينة كان. سنتعرف اليوم على تاريخ لا كروازيت هنا في كان أو ممشى كان البحري. إذ سأتجول على متن الدراجة الكهربائية هذا لاكتشاف أهم معالم هذه الوجهة البحرية هنا في جنوب فرنسا التي لطالما كانت مقصد أهم نجوم السينما إبان دورات مهرجان كان السينمائي الدولي. هيا بنا. تعد مدينة كان واحدة من المدن الساحلية الراقية في فرنسا، وتتميز بمناخ معتدل وشواطئ ساحرة. ويعد شارع لا كروازيت أو ممشى كان كما يسميه البعض ممشى مهما في المدينة، يمتد على طول كيلومترين على الواجهة البحرية، ويشتهر بمعالمه الثقافية والترفيهية الكثيرة، منها قصر المؤتمرات أو المهرجانات الذي شيد لاستضافة مهرجان كان السينمائي الأول عام 1960، وطريق الشاطئ المظلل بأشجار الصنوبر والنخيل، إضافة إلى الفنادق الفاخرة التي تجسد فن الهندسة المعمارية الفرنسية، وكذلك المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الراقية. Et le tourisme est né l'hiver sur la Côte d'Azur, déjà avec les Anglais, qui ont ensuite été suivis par les Russes, puis les Américains. Et puis le monde entier s'est retrouvé sur la Côte d'Azur parce que c'est en fait un village global avec une ouverture internationale. La Croisette. تعني باللغة الفرنسية مكان اللقاء أو التقاطع مع الآخر أثناء التنزه. يعود تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر لعام 1949. تم بناء شارعاً يمتد على شاطئ البحر، ومن ثم تم إنشاء الشواطئ الاصطناعية ومسار مزدوج لحركة المركبات. ومع مرور الوقت شهدت لا كروازيت تحولاً كبيراً لتصبح أحد أشهر شوارع العالم وأكثرها أناقة، إلى جانب شاطئ لا كروازيت المميز برماله الذهبية ويخوته السياحية الفخمة الراسية في مياهها. من مدينة كان جنوب فرنسا، ليث بزاري. ليث يستمتع بالصيف، يعني جميل جدا ويمتعنا بالفعل، يعني بتقارير جميلة.